اه يا بوي، ايوه. لا وصلت المستشفى اهو من ساعة ما جيت وهو لسه نايم. بخير الحمد لله. عمي عامل ايه دلوقتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب طيب حاضر يا بوي حاضر. أحمد الحمد لله على السلامة. تعبت نفسك ليه يا واد عمي؟ لا تعب ولا حاجة يا واد عمي. كل الحكاية إني بلفت عليك. أبويا كيفه؟ كيفه يا واد عمي؟ أبوك الحمد لله بخير. أنا لازم أمشي من هنا دلوقتي. تمشي كيف بس يا واد عمي؟ الدكاترة بيقول إن حب على يدك يا واد عمي. حب على يدك. طلعني طلعني لو على مسؤوليتك، انا قلبي مولع نار. طيب روق بس روق يا جابر روق. انا حاوصل لغايه مكتب مدير المستشفى وهشرح له كل الظروف، واذا وافق هاجي وناخدك نطلع على المطار على طول. بس اياك نلاقوا اماكن. لو عوقت عليا هنهملك هنهملك ونمشي لحالك. طيب طيب روق بس روق يا راجل. امال بالاذن. اتفضل يا واد عمي. كانت معكم انجي شريف، التلفزيون المصري، القاهرة. لا مش نافع كده. كانت معكم انجي شريف، التلفزيون المصري، القاهرة. حبيبتي تعملي ايه؟ لا يا مامي، ده امتحان المذيعين قرب وكنت عايزه استعد له يعني. انت شكلك هتتجنني، هتروحي تتعالجي عند ابوكي في العياده. يا مامي بقى انا مش بهزر. كانت معكم انجي شريف. فين يا قلبي؟ يلا يلا اجهزي يلا 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 حبيبتي يلا. حاضر مامي يلا. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي. كانت معكم نهله فوزي السلموني، الحنقه. دي عيله ملخوليه. ايه يا حبيبي انت بترسم ولا ايه؟ ايوه يا ماما. انا مش عايزه اعطلك، انا بس كنت عايزه اطمن عليك واقول لك لو انت فاضي انزل اقعد معايا شويه عشان انا زهقت من القعده لوحدي. حاضر يا ماما، هلم الالوان بتاعتي وبنزل. ماشي يا حبيبي في انتظارك. وحشتيني يا حبيبتي. وانت كمان يا مامي وحشتيني قوي. والله انت مياز، لو كنت وحشتك صحيح كنت سالتي عليا. قولي يا طارق، وليد اخباره ايه؟ الواد ده وحشني قوي. ومين سامعك يا عمي؟ ده انا ونوح بنعد الايام لحد ما يخلص دراسته ويرجع. شوف يا طارق يا ابني، الاسبوع اللي فات كان في موضوع شاغلني قوي وعاوز اخد فيه قرار، وخدت فيه قرار فعلا وعايز ابلغك القرار ده. خير يا عم؟ خير ان شاء الله. انت عارف يا طارق اللي انا تعبت قوي في حياتي واشتغلت سنين طويله وعايز ارتاح. يا عمي ربنا يديك الصحه. يا ابني انا قررت قرار فكرت فيه كتير قوي. هسيب لك المصنع والشركه تديرهم بنفسك، وانا ولبنى هنروح البلد نعيش في البيت اللي هناك في هدوء. ايوه يا عمي بس مفيش بس، انت قدها وقدود، ولما وليد يرجع ان شاء الله هيساعدك. عمي حضرتك فكرت كويس. طبعا فكرت كويس يا ابني، خدت قرار مش ممكن اتنازل عنه. انا مش عارف يا عم اقول لك ايه واشكرك ازاي على ثقتك فيا. ما وثقتش فيك، اثق في مين يا ابني؟ طب يلا بقى لما نشوف باباك الطارق قاعدين بيقولوا ايه. فكره برضه. ايه يا سي بابي بتتكلموا في ايه؟ هو في اخبار بتستخبى عنها؟ معقول يا حياتي اخبي عليكي حاجه؟ طارق هيقول لي كنا بنقول ايه. طارق هتقول لي كل حاجه؟ طبعا يا حبيبتي.
صباح الخير. صباح النور. يا ترى بقى دي صدفة ولا زي كل مرة؟ لا هي بصراحة مش صدفة. معلش ممكن ثانية واحدة؟ اتفضل. الو ازيك يا انجي؟ وانتي كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. لا انا في الاقصر. لا انا هقعد الاسبوع كله معايا فوق سياحي. يا حبيبتي وانتي كمان وحشتيني جدا. خلي بالك من نفسك وانا اول ما ارجع هشوفك. اوكي يا حبيبتي يلا باي باي. عن اذنك انسه مايس. نعم. يضايقك لو خدت رقم تليفونك؟ لا ما يضايقنيش خالص. كام الرقم؟ بتبكي ليه يا بنتي؟ ما انا قدامك زين اهو. سلامتك يا ابوي، سلامتك يا ابوي. ما تغيبيش عن امك كتير، ما تزعلهاش يا بنتي. بنادر بنادر. نعم نعمين يا حاج. فاكره يا بنادر لما رحنا الحجاز انا وانتي؟ فاكره يا حاج فاكره. كنت فرحان قوي قوي، نفس الفرحه حاسس بيها دلوقتي. بس المره دي حسافر لوحدي. لا ده شر عنك يا حاج. شر ايه وليه خرفانه انتي؟ ما ده شر، ده خير ده خير. خلي بالك من نفسك ومن العيال. انا حسافر وان شاء الله تدعي لي بالرحمه والغفران. عبد الجليل. ايوه يا ابويا. ايوه اخوي. ما تزعلش مني يا عبد الجليل، انا قصرت معاك. مش عايز الكلام ده يا اخوي. ملوش عايز، انت لازم ترتاح. ما انا بقول الكلام ده عشان استريح وطول بالك على جابر ده غلبان. تعرف اخوي ان جابر ولدي، كيف احمل؟ كان نفسي اشوفه قبل. ما تكملش يا ابواب، ما تكملش يا اخوي، انت هتشوفه وتكلمه وتقوم من فرشتك تضربه كمان. طب سيبوني لوحدي، عايز استريح، نفسي انام. يلا يا جماعه، راجل عايز ينام. يلا 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 قوم يلا. عارفي كنت خايف احسن ما تجيش. على فكره انا فكرت كتير جدا، بس الصدفه لعبت حظها معايا. واحده صاحبتي اعتذرت عن الفوق بتاعها وقلت اطلع انا بقى مكانها. علشان صاحبتك اعتذرت وبس؟ كابتن سيف احنا ما نعرفش بعض غير من فتره قصيره قوي يعني، وما خرجناش مع بعض غير كام مره. احنا عشان نعرف بعض لازم نتقابل كتير ونتكلم مع بعض كتير. ليه بقى؟ هو ده السؤال اللي انا عايزه اجابته منك. ومع ذلك جيتي. زي ما قلت لك الصدفه هي اللي لعبت حظها معايا. يعني لو كانت صاحبتك ما اعتذرتش ما كنتيش هتاجي. لا كنت حاكي. طب وده مش اجابه على السؤال بتاعك؟ لا ده بقى هيزود على الاسئله بتاعتي سؤال تاني. بس للاسف إجابة السؤال ده مش عندي، لأن بصراحة أول مرة اتحط في الموقف ده. معقولة؟ ومستغربة ليه؟ أنا طول عمري حياتي كانت لشغلي وعيلتي وبس، لغاية ما جيتي وتشغلة بحالي وما بقيتش عارف اللي بيحصل لي ده بيحصل لي لوحدي ولا بقول لك إيه؟ ما تريحيني وتقولي لي. قولي. ايوه يا مي، الحمد لله على السلامه. احكي لي بقى عملتي ايه يا شيخه؟ وايه كمان النهارده؟ طب استني كده هقول لبابي. بابي مايسة عزماني النهارده على العشاء، ممكن اروح؟ اسالي مامي. ميرسي يا بابي.
مامي. اه يا حبيبي. ميسه لسه راجعه النهارده من الاقصر وعزماني عندها على العشاء، ممكن اروح؟ طب اسالي بابي حبيبتي. ميرسي يا مامي. ايوه ميسه خلاص وافقوا. اوكي. ايه؟ رحتي فين؟ خايفه قوي على انجي يا شريف. ليه يا حبيبتي؟ انجي عاقله ومتزنه وبتاخد راينا في كل مشاكلها. انا خصوصا برتاح للعلاقه اللي ما بينكم، بحس ان انتوا اصدقاء مش ام وبنتها. انا عارف، بس الدنيا اتغيرت والناس اتغيروا قوي، رتم الحياه بقى سريع. خايفه تقع في تجربه تبقى تجربه فاشله تسبب لها الم او ذكرى مش لطيفه. انت بس اللي قلقانه زياده عن اللزوم. انجي ما دام عندها ام زيك انا مطمن عليها. يا سيدي انا واثقه في تربيه بنتي، انا خايفه بس من الناس اللي حواليها قوي. ما تخليش قلقك يغلبك، سيبي البنت تعيش حياتها. واحنا كمان نعيش حياتنا، ولا انت شايفاني كبرت وشعري ابيض؟ خدامك شريف حمدي دكتور امراض نفسيه وجوزك بحبك موت. وانا بموت فيك. اتفضلي حضرتك جوه من اديها خبر. لا يا عطيه انا هستناها هنا، بس ناديها بسرعه. حاضر يا فندم. انجي. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. ازيك انت يا هيثم؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. امال ميسه فين؟ يا ميسه نازله. انت عامله ايه؟ تمام. اخبار لوحتك ايه؟ كويس الحمد لله كويسه. هو انت كويسه يعني؟ الحمد لله. انجي الحمد لله على السلامه. وحشتيني. وحشتيني موت. وحشتيني. وانت كمان بقى. بعد اذنك يا هيثم بصي بقى تعالي كده نقعد هناك نتكلم شويه عبال ما يجهزوا العشاء. يلا تعالي. عن اذنك يا هيثم تعالي تعالي. انا عايزاكي تحكي لي بقى كل حاجه بالتفصيل. خشي بس، ده انا هحكي لك كل حاجه بالتفصيل. اقعدي اقعدي اقعدي. شكلك كده في حاجة مهمة عايزة تقوليها لي. قابلته. هو مين ده اللي قابلتي؟ الضابط سيف عبد الجليل. يا سلام، ده الموضوع ده شكله كبير قوي. احكي لي كل حاجة. مين بقى قابلتي مين؟ الضابط سيف عبد الجليل؟ ايوه. احكي قابلتي فين؟ قابلته هناك. ايه ده برضه يا انجي تيجي لغايه هنا وما تجيش تسلمي على طنط؟ سوري يا طنط والله، اصل ميسه كانت وحشاني قوي. قولي لي مامي اخبارها ايه؟ الحمد لله يا طنط بتسلم عليكي. الله يسلمك ويسلمها يا حبيبتي. ايه يا ميسه؟ ما تجيبي انجي تدخلوا جوه. لا ما تيجي انت يا ماما تقعدي معانا. تعالي يا حبيبتي تعالي. لا يا حبيبتي انا اروح ابعت لكم حاجه تشربوها لغايه ما العشاء يجهز. عن اذنكم. اتفضلي يا ماما. اتفضلي. باي باي يا ماما. احكي لي بقى كل حاجه. قابلتي فين؟ قابلته وانا في الرحله. قول فين يا بنت؟ فوق. يا مهلك يا مهلك يا مهلك يا حول ولا قوه الا بالله. يا حول ولا قوه الا بالله. ايه دمار؟ عايز اشوفه يا احمد، عايز اشوفه. استهدى بالله يا راجل، وحد الله امال. اقال له عشان امك واختك يا جابر، ده انت كبرهم دلوك. ابوي راح، ابوي راح. كان نفسي يشوفني، وانا كمان كان نفسي اشوفه قبل ما يموت. كان نفسي يسامحني يا احمد. اللي سامح ربنا، سامح ربنا يا جابر. اهدى اهدى وامسك اعصابك عشان تقدر تطلع تشوفه وتودعه. بوي بوي راح. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا هديت يا احمد، انا هديت. عايز اشوفه يا احمد. طب قوم يا واد عمي قوم. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا ادهم؟ مالك يا اخوي؟ ابوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ادهم؟ ابوي سيف. عجب لك تشرب؟ لا لا
نفس الكابوس. ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله، لازم نروح للدكتور. مفيش دكتور يداوي الجرح اللي جوا يا سيف. لازم اقتل اللي قتل ابويا يا سيف. لازم اشوفه مقتول يا سيف. وراس ابوك طاروا هياخده وبايدي دول. بس انت ريح نفسك يا اخوي، ريح نفسك، افرد ظهرك ونام. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. جابر، حول الله يا ربي، ابو محروس، وحد الله يا اخوي. سيبيني يا فرحة، عمليني لحالي. عملك كيف وانت بقالك شهرين على الحل؟ أرس لك حجرين تعدل بيهم دماغ؟ لا يا فرحة، حظ الله بيني وبين الجوزة. خلاص بقاش في حاجة ليها طعم في خشمي. طب يا أخوي قوم ريح لك شوي، النهار قرب يطلع علينا. وكيف ارتاح؟ أبوي حمرني وسبني لحالي، كان كل حاجة بالنسبة لي هو سندي وظهري، وكان شايل هموم كثيرة وهموم ثقيلة قوي. أمر الله يا أخوي، ما فيش بيدنا حاجة، ما يغلاش على اللي خلق، خليك مؤمن بالله ومال ونعم بالله. طب قوم قوم ريح لك ساعتين قبل النهار يطلع. يطلع قدامي أنا نحصلك فرحة. اللي تشوفه يا أخو. محفوظ قوم يا راجل. يا مسطري يا محفوظ. باي قوم يا محفوظ، ايه اللي منايمك كده؟ جيت متاخر، لقيت قافله الباب، نمت هنا. انا ما قفلتش حاجه، انت بس اللي ما عرفتش تفتح. الحصول عاد يا اخي. احترم نفسك، احترم سنك وشبتك، بدل ما حد من عيالك يشوفك وانت نايم في الطلق دي. كفاية بتاجي كل يوم وش الفجر وانت بتتطوع. كتمة يا وليا، قوم اعملي لي كوباية شاي كلها ولقمة عدل بيها دماغي. غوري ماشي، هنعمل لك كل حاجة، بس خشي جوا الأول قبل الناس ما توعالك. ما أنا ما يمنيش حد من الناس ولا حد واصل يفرق معايا. ومن ميتك أنا يهمك، عليه العوض ومنه العوض. الحمد لله ان محدش من عيالي خد طبعك المهبب دي. يا وليه قوم اعمل اللي انا عايزه احسن والله العظيم. ثلاثة لو ما قمت دلوقتي لكمل نوم تاني. يا ابوي ارحم نفسك يا ابوي، صحتك ما عادتش تستحمل التعب ده كله. اعمل ايه بس يا ولدي، الشغل كتير. اقول لك انا كنت فين ولا تقولش لحد؟ قول يا ابوي. انا كنت في جنة. رحت تزور المقام يا ابوي؟ لا انا دخلت السيما. سيما؟ ايوه، شفت فيلم هندي. معقول يا ابوي؟ شش توطي صوتك، انت هتفضحنا ولا ايه؟ معقول يا ابوي؟ ايه اول مره تسمح يعني السيما؟
اصلي مش مصدق اللي بسمعه ده يا بوي. هو ايه به يا ولدي اللي انت مش مصدق؟ مش مصدق ان انا بتعب في الشغل، قال بيقول لي قال يعني لازم ارتاح من الشغل، قال كلام ما ملوش معنى. قوم يا عبد الرحمن، قوم يا ولدي شوف حالك ومصلحتك. كمل بعدين. عايز تفهمني يا محفوظ انك عشية كنت سهران في الشغل؟ امال امال ما هروح سيمة ولا ايه؟ سيمة؟ انا قلت سيمة؟ تجننتي عشان تقولي سيمة على لسانك؟ ده عيب، سيمة ده كلام فاضي. طب وما جم سيدي عبد الرحيم الجناوي لما قلت لي دلوقتي كنت فين عشية؟ لأكون رايحة لأبوي وهو يتصرف معاك. طب لو قلت لك مش هتقولي لأبوكي؟ لا، انتو كنت في السيمة. يا مري سيمة؟ ايوه، وشفت فيلم هندي. وكمان هندي؟ ايوه، اسمه تنتنك. ايه؟ ايه، تعرفي حد فيه ولا ايه؟ ممكن اصمد بيه. ها؟ لا، كل اللي انت امرت بيه. الحاج صاحي. ايوه. مجاهد عايزك يا ابو الحاج. اكتر كمان. تعال يا مجاهد، ادخل. لا، انت عارف ان احنا تحت امرك. مع الف سلامة. اقعد يا مجاهد. ما يصحش اعمل حج. اقعد يا راجل. خير يا مجاهد؟ الحقيقة يا عم الحج، اصل في ايه؟ تتكلم دوري. في ايه؟ في واحد من عيلة سرحان بيسعى في المديرية عشان ياخد مكان العمدة الله يرحمه، وانا قلت لازم اقول لعم الحج. ولد اصول يا مجاهد. كتر خيرك. الله يخليك عم الحج. قول لي. نعم. حجة والدتك اخبارها ايه؟ الحمد لله على اي حال يا الحج. مسك يا عم الحج. خيرك علينا يا عم الحج يا راجل. خيرك علينا، خيرك علينا يا عم الحج. تؤمر باي حاجه يا عم الحج؟ بالسلامة يا مجاهد. السلام عليكم. قافلين باب المنظرة ليه؟ وين ابوكي؟ من يوم وفاة جد العمدة وهو مقفل على نفسه. يا بنتي روحي اعملي الشاي لابوكي الحاج. حاضر. تفضلي يا حاج. منور. حصلت البركة. تفضلي. يا وين جوزك؟ هقول لك ايه يا حاج، من ساعة اللي حصل وهو قافل على نفسه وما بيحتدش مع حد واصل. وقولي له ان انا عايزه. يعني قلت هملوني في قار يا خلق؟ الحاج عبد الجليل بره وعاوزك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. يا عم خليك مستريح. ازيك يا عم؟ اقعد يا جابر. الله يخليك. وبعد هالك يعني بقالك شهرين وانت على الحال دي لحد ميته. انا جاي دلوقت لاجل اقول لك اني علمت ان عيلة سرحان بتسعى للعمودية، وانا لا يمكن ابدا اوافق انها تخرج برا العيلة، وما فيش قدامي غيرك. يعني ألاقي ناس كتير تعارضني وانت خابر لي. مسؤولية كبيرة يا جابر، لازم أن تفوق يا ولدي وتغير حياتك كلها لاجل أقدر أساعدك وأنا على حق. ويقف معاك أحمد ولدي. أحمد؟ مين غيره يقف جارك. ربنا يبارك فيك وفيه يا عم. مبكرة إن شاء الله تعمل اللي قلت لك عليه، وسيب الباقي على الله وعلي. سامحني يا عم. سامحك على ايه يا ولدي؟ سامحني على اي حاجة عملتها كتير او كتير، وما عاوزكش تبقى زعلان مني. واصل؟ الله يرضى عليك يا جابر، تعرف انك في مقام احمد ولدي. اقوم انا. ما انت قاعد يا عم، وراي اشغال. من بكرة
من دلوقت تعمل اللي قلت لك عليه، سامع؟ حاضر حاضر يا عم. سلام عليكم. مع ألف سلام يا عم، مع ألف سلام. تفضل تفضل يا عم. بالسلامة يا عم. مالك يا نيرة؟ قلقانة من ايه؟ خايفة، خايفة بعد التجربة اللي مر بيها ناجي دي، مش عارفة هيبقى ازاي. لما قابلناه حسيت في عينيه احنا قد ايه كنا بعاد عنه. ما هو طبيعي ان التجربة تأثر فيه، انا برضو كنت قلقان زيك، لكن بطلب من ربنا ان يعديها له على خير. ياه، نفسي بقى يصحى، نفسي اقعد معاه. لا سيبيه نايم يرتاح على الاخر عشان يعوض السنين اللي فاتت. شكرا، كنت عايزة أطلب منك تلف. خير؟ نفسي يا شكري عشان خاطري، نفسي تبقى حنين معاه شوية، وبلاش بقى الأسلوب الجامد اللي كنت بتعامله بيه زمان. نفسي تبدأوا صفحة جديدة، وياريت يا شكري ياريت ما تكلموش في اللي فات. طمني يا نيرة، أنا حاسة إن التجربة دي خلتني أكسب ناجي، ومش ممكن ومش ممكن هخسره بعد كده أبدا، مش ممكن. قولي يا حبيبي. ايه كل الاكل ده بس يا امي؟ كل يا حبيبي، انا عايزاك ترجع احسن من الاول. واحده واحده عليا يا امي، انا اتعودت خلاص على اكل السجن، عايزاني اتعب بقى ولا ايه؟ بالراحه عليا يا نيره، ولا انت قاعده جنبه مخصوص علشان تزغطيه؟ حاضر يا شكري، حاضر. كل يا حبيبي على اقل من مهله. المهم يا نادي انك رجعت وسطينا تاني. بصراحه يا امي انا مش مصدق نفسي ان انا رجعت وسطيكم هنا. لا صدق يا حبيبي، وبكره ان شاء الله تشوف حياتك بقى وتشوف مستقبلك. مستقبلي؟ مش وقت الكلام ده يا ابني. ما تفكرش في أي حاجة دلوقتي خالص غير إنك أنت ترتاح وتاكل كويس، وبعدين بعد كده هنفكر نعمل إيه. متشكر أوي يا أبويا. على إيه يا حبيبي؟ على كل حاجة أنتوا عملتوها عشاني. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه كيفك يا ابوي النهارده؟ خير الحمد لله. عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ خير يا ابوي، انا لسه جاي من المديرية دلوقت، وكل الجماعة اللي قعدنا معاهم وعدوا انهم هيساعدوا جابر في موضوع العمودية. بس انت عارف يا ابوي ان جابر تاريخه وسمعته مش ولا بد، ده اللي مصعب المسألة. خبر يا ولدي، خبر. لكن ربنا كريم إن شاء الله، ربنا كريم. يلزمش خدمة مني يا أبوي. كتر خيرك يا ولدي. طيب بالإذن أنا عشان أطلع أريح شوي. عشان نتعشى سوا ولا إيه؟ لا والله كنا لقمة برا مع الجماعة. تصبح على خير يا أبوي. وأنت من أهله. يا عم ناجي مالك؟ بتفكر في ايه يا حبيبي؟ مفيش، يعني وحشتني القعده في الجنينه ووحشني كل حاجه في البيت. تصور يا ابويا ان انا ما تخيلتش ان انا في يوم من الايام هرجع واقعد القعده دي تاني. يا ولد ايه الكلام اللي انت بتقوله ده بس؟ اصلك ابويا ما تتصورش القعده في السجن كانت عامله ازاي؟ الحياه كانت كئيبه، اليوم بيعدي عليك كانه مليون سنه. تحس بكل دقيقه وبكل ثانيه. العمر بيعدي قدامك وانت مش بايدك تعمل حاجه. خلاص بقى يا حبيبي، خلاص انسى كل اللي فات، وهنبتدي مع بعض كده جديده باذن الله. بالعكس يا ابويا، انا مش عايز اللي راح مني يعدي كده وخلاص. انا عايز اللي دفعته في السنين اللي فاتت يعني يديني حافز ان انا افكر في مستقبلي بشكل صح. الله 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 الله، ايه الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده؟ انا مش مصدق، مش مصدق ان انا بسمع منك الكلام الحلو ده. وكمان ما كنتش احلم في يوم الايام ان احنا نقعد مع بعض القعده الجميله دي. ابويا سامحني عن كل المشاكل اللي انا تسببت لكم فيها في السنين اللي فاتت دي كلها. يا ناجي الغلطه ما كانتش غلطتك انت لوحدك، الغلطه كانت غلطتنا كلنا. وبعدين احتفقنا على ايه من شويه؟ اللي فات ننساه، ننسى كل اساه.
اتفقنا؟ قولي بقى نويت على ايه يا ابني؟ والله لغايه دلوقتي مش عارف اعمل ايه يا ابويا. شوف يا حبيبي، لو فكرت انك انت تعمل مشروع خاص لنفسك انا هبقى الممول بتاعك، انما بقى لو فكرت انك تيجي معايا في الشركه هكون اسعد اب في العالم والله. ربنا يخليك لينا يا ابويا، بس مش عارف لسه ما خدتش قراري لحد دلوقتي. شوف لغايه ما تاخد قرارك تنتهز الفرصه وتاخد والدتك بقى وتطلعوا اسكندريه شرم الشيخ تغير جو، ولما ترجع براحتك على اقل من مهلك نفكر في موضوع الشغل. ايه ده؟ حضرتك مش ناوي تطلع معانا بقى ولا ايه؟ لا معلش عفيني، انا عندي شغل متلتل اليومين دول. تاني يا عم شكري هتسيبنا؟ مش كفايه السنين اللي فاتت دي؟ فرقنا عن بعض. خلاص والله ما مكسر لك كلمه، من الصبح هكلم السكرتيره تكلم اكبر شركه سياحه تشوف لنا احلى مكان في العالم نقضي فيه احلى ويك اند احنا الثلاثه مع بعض. قلت ايه؟ ربنا ما يحرمناش منك ويديك الصحه يا احلى اب في الدنيا. واه سرحانه فيه يا سامي. قولي لي يا فرح، هو الحب حلو صح؟ اكتب يا بنت، جدك لسه ميت وانت هتتحدث عن الحب؟ قولي يا بيه، مفيش حد قاعد جنبينا. عاوز انا اقول لك ايه يعني؟ قولي لي لما بتبقي مع محروس بيقول لك ايه وبتقولي له ايه؟ يا سمير، ببقى عايزه اقول له حاجات كتير بس ما بقدرش. تعرفي طول ما هو غايب عني بقعد احضر في حاجات كتيره قوي، وساعه ما بشوفه بنسى كل حاجه ولساني بيتربط. هو الحب كده صح؟ وحاجات تانيه كتير، حنان واهتمام. وايه كمان؟ واه ما اتحدتش تاني واصل. لكن تعالي هنا، انت عماله تسحبيني في الحديد، او انت بتحبي ولا ايه؟ ما عارفاش يا فرح، لما بشوفه بحس ان عاوزه اقول له كل الكلام الحلو اللي في الدنيا، وما بيسيبني بحس ان في حاجه كبيره قوي راحت مني. واه هو مين ده؟ اتكلمي ولا قول لي كاني. انت تعرفيه ولا ايه؟ ايه هو بيجي النجع يومين في السبوع صح، وبيبقى مشغول وما بتعرفيش تشوفيه صح، يبقى هو ما فيش غيره. ادهم ادهم، اخص عليك يا سامي، اكده تخبي عليا. على العموم ما تخافيش، سر كبير ما فيش اي حد هيعرف اي حاجه. واه كان نسيت الوكل ولا ايه؟ الوكل على النار زمانه اتحرق. اهي شرفت الهانم يا بيه. ايه دي يا ساره، شويه خليني اتفاهم معاها. اتفاهم على ايه؟ بقول لك البنت مخلصه المحاضره بقالها 3 ساعات، والسواق راح لها كل زمانها قال انها ماشيه من بدري. يبقى راحت فين؟ يبقى خرجت معاه. ايه دي بس. مساء الخير. مساء الخير. كنت فين يا ست هانم؟ كنت مع ايمن يا ماما. كنت مع ايمن يا ماما؟ انت بتتحديني يا بنت وبتنفذي برضو اللي في دماغك؟ يا ماما احنا ما بنعملش حاجه غلط، وبعدين احنا كنا قاعدين في كافيه في وسط ناس كتير، وبعديها وصلني لحد البيت ومشي. لا غلط يا وفاء اللي عملتيه. الناس يقولوا ايه؟ الجيران يقولوا ايه لما يلاقوا واحد غريب جاي معاكي؟ يا بابا ايمن مش غريب، ايمن زميلي. وش عارف الناس انه زميلي؟ غلط يا وفاء اللي عملتيه. الله الله، غلط يا وفاء اللي انت عملتيه، هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ اسكت يا ساره وخليني احل المشكله بطريقتي. بالسلبيه بتاعتك دي هتتحل المشكله؟ ادخلي اوضتك يا وفاء. وبعدين معاك في ايه؟ انت اول مره تكلميني بالطريقه دي. وبعدين معاك انت، انت سايب البنت تضيع من ايدينا واقف تتفرج كمان؟ اتفرج يا زري هاني؟ من عصبيتك بتخليك تقولي حاجات غلط. مش انت ساره اللي مشيت معاها المشوار ده كله؟ اسمع يا حلمي، انا اتكلم وعبر بالطريقه اللي تعجبني، واوعى تنسى ان اللي احنا وصلنا له ده انا ليا دور فيه كبير قوي، ومش هدي لاي حد فرصه انه يضيعه، فاهم يا حلمي؟ مش بقول انك اتغيرتي؟ اسمعي يا ساره، انت بكده مش بتخسري بنتك وبس، انت بتخسري جوزك كمان. فوقي يا ساره قبل ما تخسري نفسك، عن اذنك. خير يا نهله يا حبيبتي؟ انت فيكي حاجه؟ انت كويسه؟ كويسه الحمد لله. في ايه يا شريف؟
بنتك اتصلت بيا وقالت لي تعالى بسرعه في حاجه. بنتك يا سيدي عامله لك مفاجاه وما حبيتش انها تقول لك عليها في التليفون. وايه هي المفاجاه اللي كانت هتجيب لي بيها سكته قلبيه دي؟ فاضل حبيبي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه مفاجاتك بقى اللي كنت هتموتيني بسببها دي؟ نجحت في امتحان المذيعين ومن بكره هبقى انجي شريف المذيعه التلفزيونيه المعروفه. يا سلام، الف مبروك يا حبيبتي. ربنا يسهل كده واشوفك احسن الناس. شوف بقى يا سي بابي، انا عايزه اعمل حته برنامج اكسر بيه الدنيا كلها. الدنيا كلها مره واحده؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ يلا بقى فكروا معايا فكره برنامج جديده. من عينيا يا حبيبتي، بس بابي راجع من الشغل تعبان وكمان عايز حد يحضر له الاكل، وبعدين انا ما بعرفش افكر وانا جعان. ماشي يا دكتور، واحتفالا بقى بالمناسبه الحلوه دي انا هحضر لكم العشاء بنفسي. انت هتضحكي علينا ولا ايه؟ تعزمينا على العشاء بره. ايوه يا بابي، بس انا لسه ما قبضتش. يا ستي انا هسلفك الفلوس دلوقتي ولما تقبضي اديهاني. اذا كان كده بقى انا ما عنديش مانع. وبعدين عايز اكل اكله حلوه، بقالي فتره ما اكلتش اكلات حلوه. خلاص اكلي ما بقاش يعجبك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده انا يتقطع لساني لو قلت كده. يا حبيبتي ده انت الاصل، ده انت ست الكل. نحن هنا. يعني ايه احنا هنا؟ هتخوفيني يعني؟ بطلي شقاوتك دي بقى. ماشي ماشي يا بابي، هطلع منها انا المره دي. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما تنسيش بكره تبقي تفرحي جدتك بالخبر الحلو ده. جدتي؟ اه طبعا، حاضر. بعدك صاحية يا دكتورة؟ عندي امتحان بكرة يا جدي في مادة التشريح، وكمان قلت أشوفك قبل ما أنام عشان تدعي لي. ربنا وياكي، مش عايزة أي مساعدة في مادة التشريح دي. تسلم لي يا جدي. أنا الحقيقة كنت بحل مشكل ميراث بين أم وابنها. وإيه اللي حصل للناس؟ إيه الجحود دي؟ الولد عايز يرمي امه في الشارع، الام اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليها. ده انا كنت بطلع اللقمه من خشمي واديها لامي. المهم ربنا وفقني وحليت المشكل ورحت الجامع صليت الفجر وجيت. انت ما بتتعبش من مشاكل الناس واصل يا جدي؟ اتعب. لما جت سيره امي افتكرت وانا ولد صغير، كنت راجع من المدرسه، كانت الدنيا شتاء، المطره مغرقه الدنيا، لقيت واحد من اللي بيشتغلوا في ارضنا عيان، سندته لحد المستوصف، كتبوا له على حجنه، رحت عشان اشتريها له، لقيت الحجنه بقرشين، وانا كان معايا قرش واحد. تصوري لما حياة إنسان تتعلق على قرش صاغ تمنيته يكون معايا. جريت زي المجنون أدور على حد يديني القرش التاني، ما لقيتش. روحت الدار لقيت أبوي إداني الفلوس، رحت اشتريت الحقنة وخدها الراجل وعاش. من وقتها يا بنتي وأنا بحس إني أسعد إنسان في الدنيا لما حل مشاكل الناس وقف جنبهم. انت انسان عظيم يا جدي. تعرف انا كمان نفسي اتخرج وابقى دكتور علشان اساعد الناس كلهم. سوي تاخد منهم فلوس كتير؟ لا يا جدي، انا هعالج كل واحد على قد مقدرته، واللي معهوش فلوس العلاج انا هجيبه له بنفسي. خلاص يبقى الكشف عليكي والادويه عليا، موافقه؟ طبعا موافقه. من بكره الصبح ان شاء الله اكلم عمك عصمت واهل الخير في ناجعنا والنجوع اللي جنبينا نعمل مستوصف. تبي الدكتوره بتاع المستوصف بدل ما تتعيني في جنا ونوفر عليك المشوار على الاقل. صح يا جدي؟ صح. وانا دكتوره قلت كلمه ورجعت فيها. انت اعظم جد في الدنيا، انا بحبك قوي. وانا بعزك قوي قوي. عارفه ليه؟
بشوف اهتمامك بالناس الغلابة وعطفك عليهم، بفتكر نفسي. واه، يعني أنا زي الحاج عبد الجليل اللي الناس كلها بتحبه وبتعمله ألف حساب؟ عشان كده عايز أشوفك يا دكتورة أسعد إنسانة في الدنيا. ربنا يديلك طول العمر يا جدي. أقول لك على سر ما تجيبيش سيرة لحد. قول يا جدي. أنت معزتك عندي أكتر من كل أحفادي. بجد؟ وطي صوتك، بقول لك سر. يلا دكتور اطلع نبيلك ساعتين، النهار قرب يطلع. تصبح على خير يا أحلى وأجمل جد في الدنيا. وانت منعني. تصبح على خير يا بنتي. يا كريم يا رب. Shall we?